السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفسير بس آية سورة هود. أيوة. لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق من صدرك الآية. معنى الآية الثانية. معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا ينزل عليه الوحي في منه أمور شديدة على الرسول عليه الصلاة والسلام، أمور شديدة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكاد ليس يقع يتحرج من التبليغ لشدتها على يعني من وجهة نظر أن الكفار سيكذبونه تمام التكذيب. وأيضا الرسول عليه السلام كان يتضايق من قولهم لولا أنزل عليه كنز أو جاء ما أو لولا ألقي إليه كنز أو جاء معه ملك، كان يشق عليه هذا القول. فالله قال لرسوله الكريم في كتابه الأمين: كتاب أنزل إليك فليكن في صدرك حرج منه. لا تتحرج من تبليغ دين الله أبدا. إذا كانت النصرانية، الفتاة النصرانية تعلق الصليب في يدها وتدق الصليب على يدها، أنت يا مسلم أولى بالحق، أعلن عن هويتك وأعلن عن دينك، ولا تتحرج أبدا يا مسلم من تبليغ شرع الله سبحانه، كرهوا أم أبوا. ومن المسلمين من تورط في مسائل وهي إنكار كثير من المعجزات، فكان يقول: كيف نرد على الغرب الكافر أن الماء نبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف نرد على الغرب الكافر أن القمر انشق؟ فجاوبنا أن الله على كل شيء قدير، فقط قادر على كل شيء، الذي سخر البحر فلق البحر لموسى عليه السلام بالعصا، والذي سخر الريح لسليمان وألان لداود الحديد. سبحان الله.